تخيلوا معي هالمنظر، بتفيقوا بمستشفى وبتكونوا مربوطين بكرسي بأوضة معتمة، والشي الوحيد اللي فيكن تشوفوه هو ظل ممرضة بالزاوية. بعدين بيجي دكتور بيوقف وبوجهكن، بتصيروا تفكروا مين هذا الشخص؟ حيأذيني؟ ليه أنا مربوطة؟ شو صار فيي؟ بس ما فيكن تتذكروا شي. هذا مبدأ لعبة Inpatient، اللعبة الحصرية على الـ VR من استوديو Supermassive يلي عملوا سابقاً على Until Dawn. هي لعبة رعب، Psychological رعب، يعني أنتوا حتكونوا فاقدين ذكرياتكم، ما بتعرفوا مين أنتوا، ما بتعرفوا كيف وصلتوا على الموقف اللي أنتوا فيه، ولازم تحاولوا تحلوا اللغز لتعرفوا شو صار فيكم. الطريقة اللي فيكم تتقدموا فيها للعبة هو لازم تنتبهوا على كل التفاصيل بالبيئة اللي حواليكم وتكتشفوها قد ما فيكم، لأنه ما بتعرفوا وين حيكون في كلوز ليعطوكم فكرة أكثر عن مين أنتوا وشو صار معكم وبأي أحداث تتسلسل الذكريات اللي أنتوا عم تتذكروها. مثلا ممكن تكونوا بأوضة ويكون في رزنامة معلقة على الحيط بتعطيكم فكرة عن أي تاريخ نهار، أو إذا تطلعوا لتحت على جسمكم بتلاقوا حالكم لابسين ثياب معينة ممكن تعطيكم دليل على وين أنتوا أو شو عم تعملوا. فلازم تحسوا حالكم كأنكم محقق عم بتفتشوا على أدق التفاصيل لتقدروا تحلوا اللغز. وإذا أنتوا من محبي Until Dawn حتنبسطوا لتعرفوا إنه أحداث Inpatient بتجري قبل أحداث Until Dawn وهن بنفس العالم، مع إنه القصص مش مترابطة 100%، حيضل في مثل ذكريات وتفاصيل من Until Dawn حتنوجد ب Inpatient. فإذا أنتوا لاعبين Until Dawn أكيد حتنبسطوا لما تمرق معكم. ومثل ب Until Dawn الشخصيات اللي عم تلعبوا فيها أو الشخصيات اللي حواليكم ممكن تتأثر وتموت من كل الديسيجنز اللي أنتوا بتعملوها، يعني إذا أخذتوا قرار ممكن يأثر على القصة كلياتها، ممكن يعمل تأثير هلأ أو ممكن يأثر بعدين، وطبعا التأثير ممكن يكون سلبي أو إيجابي حسب أنتوا كيف عم تلعبوا. أنا وعم بلعبها حسيت حالي عن جد متوترة وخايفانة، حسيت أنه أنا بمحل عدواني كتير وما في أمان حوالي، وكنت كتير suspicious من كل شخصيتي اللي حوالي، يعني كل ما حدا يجي يحكي معي بصير فكر لحالي عم بيكذب علي ولا هو عن جد صديقي، أو أنه عم بحاول يأذيني أو عم بحاول يساعدني، ما كنت عم بعرف. وهيدا الإحساس نفسه اللي اللعبة عم بتحاول توصلكم إياه، لأنه هيك شخصيتكم عم بتحس عن جد. فمن هالناحية أنا بحسيت اللعبة نجحت 100%. وكمان مثل Until Dawn اللعبة شكلها رهيب، الدقة بالشخصيات كلياتهم بتعقد لأنه دقة الرسومات عالية كتير، ففيكم تشوفوا تعابير وجههم وجلدهم وشعرهم بتحسوه عن جد حقيقي، وشخصيتكم انتو عندها جسم كامل، يعني اذا بتطلعوا لتحت بتشوفوا ايديكم واجريكم وجسمكم بتحسوا حالكم عن جد موجودين. وفيكم تخصصوا شخصية، فيكم تنقوا انه تكونوا انتو شخصية صبي او بنت، وبعدين كمان فيكم تنقوا لون جلدكم، فتحسوا حالكم انه عن جد انتو موجودين بقلب اللعبة. كثير انا حبيت Inpatient، حبيت الرعب يلي فيها، بس كمان حبيت طريقة اللعب انه عن جد بدكم تحسوا حالكم مثل محقق وتكتشفوا كل الالغاز وتحاولوا تفكوا اللغز مع كل هدول التفاصيل اللي عم تشوفوها حواليكم. مثل ما قلت شكلها كتير حلو، رسومات دقيقة جدا، وكتير بنصحكم انه تخلوا عينكم عليها، حتصدر مفروض بآخر عام 2017. فهذا كان رأيي أنا عن Inpatient. خبروني بالتعليقات إذا أنتم لاعبين Until Dawn أو إذا بتحبوا ألعاب الرعب خاصة على الـ VR. وللمزيد من تغطية حدث E3 أنتم المحل المضبوط، IGN الشرق الأوسط.